إذا سهى الإمام ركعة من الفرض وبعد التسليم تذكر ذلك، فهل عليه أن ينهض ليأتي بما سهاه أم أنه يعيد الصلاة؟ وإذا تكرر منه السهو فظن أنه لم يسبغ وضوءه فأسبغه ولكن لم يجده ذلك شيئا، فبماذا تنصحونه جزاكم الله خيرا؟ الذي يسهو عن الركعة الأخيرة في الصلاة قيل عليه أن يأتي بالركعة ولا حرج عليه في ذلك، بل يسجد للسهو فحسب، وهذا هو القول الصحيح. ويتخرج على رأي بعض العلماء الذين اعتبروا القعود حدا مستقلا القول بانتقاض صلاته، ولكن القول الراجح هو القول الأول. فإذا ما جلس للتشهد ثم تذكر وسلم ثم تذكر بعد تسليمه أنه بقيت ركعة عليه، فليقم لتلك الركعة وليؤدي التشهد من بعدها وليسلم وليسجد لسهوه وليستعن الله سبحانه وتعالى على الشيطان الرجيم. والذي يوسوس يجب عليه أن لا يميل إلى الوسواس، فالذي تحدثه نفسه أنه لم يسبغ وضوءه بعدما توضأ لا يرجع إلى هذه الوسوسة وإلى حديث نفسه، خصوصا إذا كان هذا الحديث بعدما صلى. وعندما يصلي الإنسان ويخرج من صلاته ويبقى موسوسا بعد ذلك هل أتم الصلاة أو لا يتم، لا يلتفت إلى هذه الوسوسة، بل عليه أن يمضي ولا يبالي بما يمليه عليه الشيطان الرجيم من الوساوس، وليستعد بالله من الشيطان الرجيم. ومن بولي بأمثال هذه الأشياء فليكثر من ذكر الله تعالى، وليتلو قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وليستعد بالله من شر الشيطان الرجيم، فإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، إنما سلطانه على الذين يتولونه. فليتق الله كل امرئ وليحذر من مكائد الشيطان، والله تعالى أعلم.